وبعد كده عملوا فصل او جزء من اوبرا عايده. المصريين طبعا علاقتهم بالاوبرا مش ولا بد لاسباب كتيره، واحد ما بنفهمش ايطالي، اتنين الذائقه او ذوقنا ملوش علاقه بالغنى الاوبرالي، احنا طريقتنا وذوقنا مختلف شويه. بس ما فيش مانع ابدا ان احنا نوري الناس في التقرير ده ليه الدنيا كلها بتحب اوبرا عايده واحنا المصريين الوحيدين اللي ايه ما بنفهمهاش، ما بنستلذهاش، ما بنعرفش هم عايزين يعملوا ايه في الحدوته دي. خلينا نقول لحضراتكم اللي اتفرج امبارح على الحفله وما فهمش قوي او حتى ما حسش انها لها لازمه، ندي لك شويه اطلاله على الاوبرا دي ليه الدنيا كلها بتحترمها وبتحبها، عشان كده تم عمل جزء منها او عرض جزء منها في حفل الحفل الفني امبارح. اختيار عرض أوبرا عايدة في حفل امبارح مع افتتاح قناة السويس الجديدة لم يكن وليد الصدفة، ده كان إعادة إحياء لحلم، حلم الخديوي إسماعيل. كان بيحلم إنه تتعمل أوبرا كبيرة جدا وتتعرض مع افتتاح القناة، وبالفعل كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي إنه يؤلف موسيقى وأوبرا خصيصا لهذا الاحتفال. فيردي اشتغل على أوبرا كبيرة جدا، لكن للأسف قبل الافتتاح بفترة وجيزة اكتشفوا أن الملابس والديكورات اللي جاية من باريس لم تكن جاهزة ولن يستطيعوا عرضه في الافتتاح، وعرضوا عرض آخر أوبرا ريجوليتو بعدها بسنتين. في عام 1871 اتعرضت أوبرا عايدة لأول مرة في مصر برضو، ولكن في دار الأوبرا الخديوية. عن ماذا تحكي أوبرا عايدة الشهيرة؟ العمل ده باختصار بيحكي عن قصة الأميرة عايدة بنت ملك الحبشة اللي أسرها الجيش المصري في أحد العصور الفرعونية، وهي في الأسر وقع في غرامها القائد رادميس قائد الجيش المصري وحاول يخلصها من الأسر. في نفس الوقت كانت عايدة بتحاول تعرف خطط وأسرار الجيش وتوصلها لأهلها في الحبشة. ثم يكتشف الفرعون علاقة الحب والخيانة بين راداميس وعايدة، فيأمر بدفن راداميس حيا، ويأتي المشهد الأخير في الأوبرا بأن تأتي عايدة حبا ولهفة وتقرر أن تدفن نفسها مع حبيبها راداميس. الحقيقة أن أوبرا عايدة أخدت شهرة وسيط وأهمية عالمية كبيرة جدا، وتقدمت عروضها في كل دول العالم تقريبا بفرق مختلفة وأوركسترا مختلفة وملابس مختلفة. مئات الآلاف من الجماهير حول العالم بتتسابق لحضور حفلات أوبرا عايدة، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب، منها مثلا أن مؤلفها هو فيردي أكبر اسم في عالم موسيقى الأوبرا. سبب آخر هو سحر الأجواء الفرعونية التي تدور فيها قصة حب عايدة ورادميس. أيضا ارتباط هذه الأوبرا تاريخيا بحدث أسطوري تاريخي، وهو افتتاح قناة السويس أيام الخديوي إسماعيل.
بعد 145 سنة بتقف عايدة على شط القناة في نفس المكان ونفس المناسبة التي من أجلها كتبت الأوبرا، وهي افتتاح قناة السويس.